السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تعليق جميل جدا بيقول الكلام كله سليم يا باشمهندس، بس لسه نظري. أقصد يعني إزاي نستفاد من البيم بشكل عملي؟ مثلا لو قلنا عن 4D بال 4D، هتلاقي إن سهل ربط الموديل بمخطط زمن المشروع وإنشاء 4D سيموليشن. يوضح المخطط بشكل ظريف ومعبر، بس لما تيجي تتكلم عن طبيعة المشروع وإزاي تستخدم موديل البيم في تقدير الأعمال المنجزة ونسب الإنجاز، الوضع بيختلف وتزداد صعوبة، ولازم يكون في نظام معين ومعايير لإنتاج البيم يناسب تحقيقها بين الجهات المختلفة، استشاريين أو العام أو الباطن. مثلا بقى لو بدأت تدخل التكلفة، يعني احنا بدأنا نتكلم على البيم 5D، ازاي نربط البيم موديل بنود فواتير الكميات، وبعدين لما نخلص سعر المشروع ويرسى علينا وتطلع ميزانية وناخد المعلومات من الموقع اللي اتكلمنا عليه 4D، ازاي نحول الكميات من تنفيذ تدخل في المستخلصات الشهرية وخلافه. اللي انا اقصده ان الموضوع كبير كبير، ولازم يكون فيه معيار موحد او نظام معين معمول بيه الفلوس كله. كلام سليم. طيب بخصوص الاكواد والحاجات دي، كل حاجه في الدنيا بتبدا الاول مبقاش في معايير، وبعد كده واحده واحده الناس بتبدا كل واحد يحط المعيار الخاص بيه، وبعد كده بتبدا تتجمع ويبقى في معيار خاص بيه، وبدا يظهر في كذا معيار دلوقتي وبداوا يوحدوا المعايير، فده حاجة طبيعية وبدأ الموضوع ده يخلص خلاص إن شاء الله. طيب بالنسبة لموضوع الفور دي، سهل إن إحنا نربطه ونعمله بتاع. في مستويين، في واحد خد كورس تمام وبيطبقه، وفي حد تاني عنده خبرة في البلانينج فبيربط الاتنين مع بعض، فبيقدر يطلع استفادات حلوة من برامج الفور دي، زي مثلا نفس وركس فلو والحاجات دي، كذا برنامج شرحهم على القناة. ولو انت عايز تعرف ايه هو الفور دي وفايف دي، ممكن تدخل على بيم اريبيا هتلاقي قاموس شارح الموضوع ده في التفصيل، او موقع بيم اريبيا. لو دخلنا وقلنا انا عايز المعجم او القاموس، وقلت له مثلا عايز الفور دي، هيبدأ يجيب لك شرح للفور دي واهم البرامج واهم الصور والفيديوهات. وانا بعمل معجم ما التزمتش بان كل كلمه اشرحها، لا ممكن افسر فيها وممكن احط شرحات ليها، وهتلاقي كل حاجه مرتبطه. لما تلاقي كلمه غريبه يبدا يقول لك المعنى بتاعها ايه، ولو دوست عليها تدخل تشوف الشرح. وده مثلا الفيديوهات اللي موجوده تقدر تخش في الموضوع اكتر، وهتلاقي هنا كورسات، هتلاقي كتب، هتلاقي ويكي دي بعض المقالات اللي انا كتبتها. نرجع لموضوعنا. ففي ناس بتستفاد جدا جدا بالموضوع ده، بس المهم يكون فاهم البلاننج نفسه كويس وفاهم داتا انشاء كويس، هيقدر يعمل الموضوع ده. فاحنا ردينا على موضوع توحيد المعايير، ان انت تبدا تشوف انسب معيار ليك ايه دلوقتي، وبعد فتره تلاقي في معيار خاص بالبلد بتاعك ما تقدرش ان انت تخلفه، هتلاقي في معيار بعد كده عالمي ثابت. طيب بالنسبة لموضوع ازاي نربط البيم بالفواتير الكميات وتسعير المشروع والحاجات دي كلها، في برامج بتعمل الموضوع دوت، في مواقع بتعمل الموضوع دوت كتير، مش قليلين. والحاجات ديت مش هتلاقي في الريفت، الريفت بيعمل حاجة معينة، زي مثلا واحد يقول لي انا مش عارف اعمل عرض تقديمي بلورد. هو من ناحية ينفع بس مانصحش ان حد يعمله، لا لازم تروح لبرنامج متخصص في العرض التقديمي زي مثلا الباوربوينت. طيب لو جيت تبص مثلا على سبيل المثال، في برنامج اسمه زي بلدر مشروع اهوت على القناة بيعمل الموضوع دوت، والشركة عاملة الطريقة لربط البيم بالاي ار بي، بحيث ان كل اللي انت بتتكلم فيه ده يتحقق ازاي. دلوقتي الاي ار بي ده نظام لادارة الفواتير وادارة الغياب وإدارة الحضور والإصراف، كل الكلام دوت، وإدارة المخازن و فأنا ممكن على سبيل المثال أبقى عارف مثلا من خلال البيم ومن خلال الفور دي إن أنا في يوم كذا محتاج الخامات الفلانية، فهو أوتوماتيك يبعت لي المخازن ويتأكد هل القدر ده موجود ولا لأ. لو مش موجود ممكن يقول لك الحاجات دي مش موجودة، أو ممكن يبعت هو لي المورد يقول له احنا محتاجين كميه فلانيه من العنصر ده. تمام، وانا افضل ان يبقى فيه جزء بشري يعمل تشيك، ممكن يكون موجوده باسم تاني، ممكن اتفاق انها هتيجي وكذا.
في تشيك كده، لا ابعت الايميل اللي احنا فعلا محتاجين الحاجات دي. فدي بترد برضه على حته ال 4 دي، ان هل استفاد من 4 دي؟ اه بتقدر تستفاد من استفادات كبيره زي ما احنا قلنا اهوت، بس يكون واحد فاهم الفكره، مش مجرد خد كورس وسمع الكورس وبيطبق، لا هتلاقي في بعض الافكار. فعشان كده احنا ساعات تلاقي السلسله بتاعت النفس وركس او الريفت طويله شويه، فاهم؟ 200 300 فيديو، هو في اول 10 فيديوهات ده يكفي الناس تسمع تفهم البرنامج، الباقي بيبقى اجابه على الاسئله، او في حد بيرسم حاجه معينه ف عايز تبقى في شرح الحاجه دي هتتعمل ازاي، حاجات من الواقع العملي، لما تيجي تطبق الحاجه وتلاقي في حاجه ظهرت ما كنتش متوقعها. فاحنا بنحاول ان احنا نجيب الحاجات، نجيب على الحاجات ديت، بحيث ان اللي يبقى شغال عارف الفوله فين، او عارف الزيتونه فين، او عارف ازاي يتخطى المشكله ديت.